حلو. كنت بتناقش معاك حتى قبل ما نطلع، كنت بتتكلم عن يعني ما بقاش دلوقتي من الحديث في كرة القدم ان نتكلم عن اللاعب منتمي لايه تصنيف او التصنيف، لان بنشوف ساعات تصنيف للعيبه. انت انت مثلا بتشجع نادي كذا، انت بتشجع نادي كذا. ف الحقيقه ده موضوع الحقيقه، يعني انا مش بنتقد، كل واحد حر يعمل اللي هو عايز يعمله، وكل واحد حر يعلق ويقول اللي عايز يقوله. يعني فكره التعامل مع لعيب الكوره كمشجع، اولا بيبقى فيها مشكله كبيره جدا، لان للاسف الشديد اللاعب بيتاثر بالكلام ده، فبناء عليه بيبقى مركز في موضوع السوشيال ميديا. فكره انك انت تسال لاعب في اي كان النادي اللي بيلعب فيه، سواء لاعب في الاهلي او في الزمالك او في المصري او في الاسماعيلي او غيره، انت اهلاوي ولا زملكاوي، الحقيقه موضوع مستفز جدا. يعني انت قبل ما تسال اللاعب هل انت بتشجع مين، هل انت لاعب اصلا منتمي لمهنتك، منتمي لمكانك، بتحترم المكان، بتلتزم في المكان، بتخلص في المكان، بتخلص في عملك ولا لا، هو ده المقياس، هو ده المعيار. المعيار مش انك انت وده شيء ما انتقدوش، بس هو مش معيار انك انت تحفظ اغاني النادي ولا انك انت تبوس تيشيرت النادي ولا، يعني فاهم كلامي؟ يعني على سبيل المثال، مش هكلم عليا، اكلم على واحد زي مثلا كابتن جوهري الله يرحمه. كابتن جوهري لما جه الزمالك وكسبنا بطوله افريقيا مع كابتن جوهري وكنا قريبين جدا نكسب الدوري، ما ينفعش يتسال كابتن جوهري انت بتشجع الاهلي والزمالك مثلا، او حسام حسن لما جه في الجيل وانت موجود وانت شفته وهو متربي في الاهلي واخلص جدا جدا في الزمالك وكسب بطولات فهي الحقيقه سؤال مستفز، وبينم على يعني جهل السائل بالنسبه للسؤال، لانك انت في الاخر تصنيف اللاعب والمزايدات على اللاعب وان تحط اللاعب في قالب معين. يعني انت هتروح تسال لاعب في الزمالك او في الاهلي مثلا، ولو هو كان طول عمره واهله كانوا بيشجعوا مثلا الزمالك، هتساله انت اهلاوي زملكاوي هيقول لك ايه؟ هيقول لك اهلاوي اكيد، يعني مش هيقول لك حاجه غير كده. يعني فالحقيقه سؤال يعني ارجو ان الناس تبقى تراجع نفسها فيه، وفي نفس الوقت كمان يعني ما ينفعش يتحكم على اللاعب فيه. زي ما تيجي تقول مثلا ايه حسام حسن، عشان بما انه حسام، يعني ما ينفعش يروح يدرب الاهلي مثلا عشان هو لاعب في الزمالك. يعني ايه معناها؟ معناها ان انت بتشكك في مصداقيته ولا بتشكك في امانته ولا بتشكك في كذا. البعض طبعا مش كل الناس، انما البعض مثلا بيكون يقول لك ايه، اصل نادر السيد يا جماعه، طبعا ابن النادي ولعب في الزمالك وكذا، بس اصل لعب في الاهلي فما ينفع. ما ينفعش ايه؟ يعني ايه ما ينفعش؟ فاهم كلامي؟ هل انت بتشكك برضو في مصداقيتي او في امانتي او في احترافيتي او في مهنيتي او كذا او كذا؟ فالحقيقه يعني للاسف الشديد كابتن بلايلا، الموضوع بقى يعني منتشر قوي، وبقى في نفس الوقت كمان عايز اقول لك ايه، بيخاطب قوي السوشيال ميديا، وبيخاطب قوي الترند بتاع السوشيال ميديا، وبيخاطب المزايدات على اللعيبه. فاحنا بندخل في نفق، الحقيقه نفق مظلم جدا. فارجو منك طبعا كاعلامي وكلاعب سابق ولاعب دولي وانا وغيرنا وغيرنا وغيرنا، ان احنا دورنا ان احنا نثقف او مش نثقف، نلفت نظر الناس، لان احنا في بعض الاوقات المشجع والمشجع، مشجع الزمالك مستحيل يشجع حد تاني غير الزمالك، مشجع المصري مستحيل يشجع حد المصري، مشجع الاهلي مستحيل. فما ينفعش لاعب في مهنه الكوره كمدرب او كلاعب او كاعلامي تساله. انا شفت بره الحقيقه في اوروبا. طب اساله امتى؟ نعم؟ اساله امتى؟ بعد ما يبطل؟ بعد ما يبطل، بعد ما يخرج بره المنظومه. يعني انا شفت كتير جدا حكام ومسؤولين و في 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 كتير في بلجيكا مثلا على سبيل المثال، بيعلن ان هو بيشجع نادي كذا، بس ما حدش بيشكك ابدا في مصداقيته ولا في امانته ولا في سوء الظن فيه. بس يعني هنا ممكن طبعا يبقى ليه حسابات اخرى، زي ما انت اتكلمت كابتن نادر، ان حته العاطفه وحته الجماهيريه وحته ان انت يعني بتتاثر بشكل كبير، خاصه الاجيال الصغيره، ممكن ده يكون يعني بيفرق حتى معاهم كسوشيال ميديا زي ما انت قلت. بص يا كابتن بلعيلة، شوفك بتهيص مثلا ومحروم مع نادي معين، تنتقل تبقى بتمثل. أنا بحب جدا الجماهير، وخاصة جماهير كبيرة زي جماهير الزمالك وجماهير الأهلي، هما بيشجعوا الكيان باختلاف الأسماء معايا، فبالتالي كل واحد يلبس تيشيرت النادي فهو بيشجعه، أيا كان أبو العيلة أو نادر أو غيره. في طبعا أجيال بترتبط بناس معينة بتكون جماهيريه للنادي، انما انا بس جزئيه وده ما فيش مشكله، جزئيه انك انت ما تشككش في مصداقيه اللاعب او في امانه اللاعب،
لو لعب في عده انديه معايا، مش بتكلم عليا، بتكلم على حسام حسن، بتكلم على طارق سعيد، بتكلم على زكريا ناصف لعب في الزمالك ودلوقتي بيشتغل في الاهلي، ايمن شوقي لعب في الزمالك ودلوقتي بيشتغل، فما تكلمش. مش معنى ان اللاعب احترف او لعب في عده انديه فانت تشكك في مصداقيته، ده اللي قصدي عليه. وكمان انا في اعتقادي كمان الفيصل في دي، شوف تاريخك وقيس تاريخك مع المكان اللي انت وانت بتشتغل بالزبط. كنت مؤثر ولا مش مؤثر؟ كنت مخلص ولا مش مخلص؟ كنت حقيقي ولا ما كنتش حقيقي؟ ليك ارقام وليك انجازات ما ينفعش ان الواحد يغفلها ولا لا؟ يعني هي زي انا اتفق معاك في حته ان انا في الاخر شوف بقى هو بيشتغل، كان بيشتغل ازاي؟ بالظبط. وبأني عقليه وبأني اخلاص، فدي نقطه مهمه. بالظبط بالظبط، ما هي دي النقطه، المقياس في انك انت مهنيتك واخلاصك في عملك واخلاصك في شغلك واحترامك للمكان اللي انت فيه واحترامك للانديه الاخرى اللي انت شاركت فيها او لعبت معاها، احترامك للجماهير، هو ده المعيار. مش المعيار انك انت تقول ان انا مشجع. طبعا لو انت مشجع وبتلعب في النادي اللي انت شجعته فده شيء عظيم، انما ده مش معناه انك انت مثلا على سبيل المثال لما تشوف جهاز البنك الاهلي طارق مصطفى وسامي الشيشين وامير عبد العزيز وعصام عبده كلهم صحابنا واولادنا الزمالك وتربينا مع بعض، بس انا عجبني جدا ان طارق عايز يكسب والشيشين وكلهم، ده ما يقللش من مصداقيته او من امانته او من احترامه لنادي الزمالك. هو ده الفكر اللي لازم يتأصل ولازم الأجيال الجديدة تكون عارفاه وتكون بتتكلم فيه. مش ولا الموضوع ممكن يكون ليه علاقة انك اهم حاجة بتلعبش في المنافس التقليدي بتاعك، يعني مثلا ممكن يبقى مقبول شوية للجماهير ان انت انتقلت بس رحت نادي مثلا جماهيري بس مش المنافس التقليدي، هل انت شايفها ممكن تبقى كده؟ دي بتسيب حساسية شوية مع الناس، لان انت في ناس فعلا بتنتقل لكن تروح مثلا نادي جماهيري تاني، مش عايز اذكر اسامي يعني. أي. لكن ممكن يكون بالنسبه له فكره الناديين اللي هم القطبين او الاكبر اكثر جماهيريه المنافس التقليدي دي بتبقى حساسيه شويه مع المشجع. احنا اللي بنخليها حساسه، يعني احنا اللي بنزايد فيها ونزايد نتكلم عليها. يعني انا يعني زي ما اديت مثل الكابتن جوهري، اديت مثل بحسام حسن، اديت مثل بزكريا ناصر. زكريا ناصر لعب معانا في الزمالك في بدايه التسعينات ودلوقتي هو في لجنه التخطيط في النادي الاهلي. يعني ما تشككش في مصداقيته ولا في امانته ولا ان هو اصل هو لاعب في الزمالك فبالتالي. يعني هو ده اللي انا بتكلم فيه يا كابتن العيله. يعني انا الحقيقه وشيء بشيء يذكر، حسام حسن مثلا مدير فني نادي الزمالك وابراهيم حسن مدير الكوره والاداره اللي كانت موجوده وقتها مش فاكر مين بالظبط، دكتور كمال درويش اعتقد كان كابتن حسام كان عايز يجيب طارق سعيد، قال لك طارق سعيد لا. ده يعني ازاي طارق سعيد واحد من النجوم الزمالك ولعب واخلص وكسب بطولات واتربى في النادي وشارك مع النادي وكذا وكذا وكذا، فازاي تقبل حسام حسن كمدير فني وابراهيم حسن وما تقبلش طارق سعيد؟ عشان طارق سعيد لعب، طب ما حسام حسن لعب في الاهلي يعني وتربى في الاهلي، فاهم كلامي؟ فهو المعيار بقى، حكم المعيار ده الحقيقه لازم نتكلم فيه وندخل فيه بعمق اكتر من كده بدون اي خوف وبدون قلق وبدون ان احنا نتكلم او نخاف او نقلق او ما نتكلمش فيه، او يعني لازم نصحح المفهوم شويه بتاع الناس. هي طبعا في الاخر اللعيب محترف واللعيب بيشوف شغله وبيجتهد في اي مكان فيه، لكن يظل جمهور يفضل عاطفي يفضل مرتبط يفضل الجمهور والغيور على تيشيرت نادي. خد بالك يعني انت ابو العيله او زي ما انا قلت وديت مثلا بطارق مصطفى، هل طارق مصطفى مش مثلا بيدين بفضل الزمالك ولعب في الزمالك واتشهر في الزمالك، بس لما يجي يروح يدرب البنك الاهلي ويخلص في شغله ده تحترمه جدا معايا؟ انما ما ينفعش مثلا طارق يخرج بره الماتش ويقول انا كان نفسي الزمالك يكسبني، يعني حتى مش هتحترم امانته يعني، فاهم عايز اقول لك ايه؟ فالحقيقه موضوع الحساسيه بقى وموضوع الكلام ده ابو العيله لازم نتكلم فيه. تمام، دي نقطه يمكن واضحه.